مع أول يوم من عيد الفطر، تنتشر طاولة الشواء في معظم شوارع ولاية عين الدفلة، وتجمع حولها العديد ممن تستهويهم الرائحة المنبعثة منها، في ظاهرة يعتبرها البعض عادة، ويراها البعض الآخر مصدر استرزاق. هذه عادة من بكري احنا صغار، وتعلم نبغوها وتشديناها، ما كاش السنة درناها لولادنا بنزاهم باللي مازال العيد عندنا هنا في العطاف. خدموا على روحنا النافيغو، ما كان حتى سر حبيبي، احنا يسمونا النافيغو، ناكلوا الخبز والسلام عليكم. ابار سا ما نحوسوا لا حتى حاجه، الشبيبه هكا دايرين بينا الحمد لله. اجواء التحضير تبدا ليله العيد، لتكون الطاوله جاهزه في الصباح لاستقبال الزبائن من صغار وكبار، خصوصا بعد شهر من الصيام، افتقدوا فيه الاكل الخفيف، وكنوع من التغيير يحسسهم بالمناسبه. نقضوها في الليل، نقضوا نجيبوا قضيه ندوزها نشرو نوجدوا الخضره نقطعوها لهم بصل طوماطيش. هاك شايف انسان يكون صايم على شهر من بعد يسفه على تاع اليوم يبغى يدير كاع صوالح اليوم. جينا هنايا عند خونا وليد بان ناكلوا شي عشوه بسكو بسكو فوتنا رمضان راك فاهم، توحش هذه الصوالح. رمضان فينا صايمين وتوحشنا هذا تاع الشبه تاع المدرسه العيد وتاع عيدكم ينعاد عليكم بالصحة. وهنا رانا نجوا عند أخينا وليد منا يوصينا بالذكريات القديمة تاع الشواء مول المغرب، راهي عندهم سمة معقولة من حيث النظافة الماكلة. طاولات الشواء من المظاهر الملازمة لعيد الفطر، فلا يمكن للأطفال فيها الاستغناء عن سندويتش النقانق واللحوم الأخرى، كما تعتبر في نفس الوقت فرصة لا يستطيع التفريط فيها بعض الشباب الباحث عن الرزق.